في يوم من الأيام كان جحا يتجول في غابة مليئة بالأشجار الضخمة والحيوانات البرية المدهشة. كانت هذه رحلة استكشافية لجحا، حيث كان يسعى لاكتشاف أسرار الطبيعة والكنوز الخفية في هذه الغابة الساحرة. وفي أثناء رحلته بدأ جحا يستمع إلى أصوات غريبة تتداخل مع ضجيج الغابة، وبينما كان يتأمل هذه الأصوات بدأ يشعر بالفضول الشديد لمعرفة ما وراء الأشجار. وفجأة وبمنظر مدهش ظهر طرزان بكامل قوته وشجاعته، وكأنه نسخة حية من أسطورة الغابة. مرحباً أيها الغريب، ما الذي يجلبك إلى هذه الغابة؟ سأل طرزان بصوته القوي وهو يرفع سيفه بثقة. أنا جحا المستكشف الشجاع، أبحث عن الكنوز والمغامرات في هذه الغابة الرائعة، رد جحا بحماس. ها جحا المغامر، يا لها من مفاجأة، ضحك طرزان بصوت عال. سأكون سعيدا بمساعدتك في رحلتك، ولكن يجب أن تكون حذرا، فهذه الغابة مليئة بالمخاطر والمغامرات. وبدأت المغامرات تتوالى، حيث ساعد طرزان جحا في تجاوز الأنهار العميقة والتحديات البرية. وخلال رحلتهما واجهوا أفراساً ضخمة ونموراً شرسة وحيوانات أخرى تسببت في مواقف كوميدية ومضحكة لا تنسى. حيث أدرك أن الحمار قد أظهر شجاعة وتصميماً في الوقت الحرج، فقال جحا بثقة: أيها الحمار الوحشي، لقد أظهرت شجاعة رائعة، وأنت بالتأكيد شريك ممتاز في هذه المغامرة، فهل ترغب في أن نكمل معاً البحث عن المغامرات والكنوز في هذه الغابة الساحرة؟ تردد الحمار الوحشي لحظة، ثم أخذ يهز رأسه بموافقة، إشارة إلى موافقته على أن يكون جزءاً من الرحلة. ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه جحا وقال بفرح: ممتاز، سنكون ثنائياً مثالياً في هذه الرحلة. بينما كانوا يستعدون للانطلاق ظهرت الأفعى الضخمة مرة أخرى من بين الأشجار، وهذه المرة كانت تستهدف جحا بعد أن غضبت بعد فشلها في الهجوم على طرزان. انطلقت الأفعى بسرعة نحو جحا، ولكن قبل أن تلحق به قفزت بوا وزوزو في الوقت المناسب وبدأتا بصراخ وتهديد الأفعى. بينما كانت الأفعى منشغلة بالصراخ والهجوم على بوا وزوزو، تمكن جحا والحمار الوحشي من الهرب بسرعة، ولكن طرزان كان لا يزال في خطر. لحسن الحظ وجد طرزان السيف الخاص به، وببراعة وشجاعة قام بمهاجمة الأفعى وتحرير نفسه من بين أنيابها. بعدما انحسرت المواجهة وهربت الأفعى، تجمع الأصدقاء معاً مجدداً، وبينما كانوا يستعيدون أنفاسهم قال طرزان بابتسامة: شكراً لكم جميعاً على النجاة، أنتم أصدقائي الحقيقيين، ونحن نشكل فريقاً قوياً ومتحداً في وجه التحديات. ومنذ ذلك اليوم استمرت رحلة الأصدقاء في الغابة بكل شجاعة ومرح، وكانت تجاربهم الجديدة ومغامراتهم المثيرة للضحك والتعلم، حيث باتوا أقرب إلى بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى.